عشان كده نيجي هنا في الموديل وهنا قايلين لما هتعمل اد كلاس وتبعت لي الاي دي والتايتل ديسكريبشن هتبعت لي النوتيفاي فانكشن. ولما تيجي تعمل ابديت للاسف هتبعت لي النوتيفاي فانكشن عشان لما يعدل ويخلص لازم ايه؟ يبقى في فانكشن بترد تقول له خلصت. والديليت لازم يبعت لي مين؟ نوتيفاي. وجيت برضه يعني بروح بجيب من داتابيز واخد وقت. صح؟ لازم تبعت لي نوتيفاي فانكشن والفايند برضه انا بدور لازم اما اخلص اقول لك اهي لقيتها او ما لقيتهاش بس المهم لازم يبقى في نوتيفاي عشان ارد ايه؟ ارد عليك. اللي احنا النوتيفاي دي في جافا سكريبت اسمها كول باك فانكشن. يعني فانكشن هكول باك هبقى اكلمك ازاي؟ هبقى اكلمك فهمتوا الفكره؟ هبقى اكلمك. وادي الايه الرسمه بتاعتها. اسجلها لكم برضو في عشان تبقى حاطها ان شاء الله. تمام؟ هي رسمه معقده شويه بس مش معقده ولا حاجه والله بس هي فكره لذيذه بس مهمه جدا 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 تكون واصله لايه؟ للناس. حد عايز نعيدها او اوضح اي حاجه او في اي سؤال؟ الحته دي هتتغير طبعا مش هنشتغل سيب تايم اوت دي خالص بس هي هتبقى كود بقى. احنا دلوقتي هنشيله ده ونبدا نكتب الكود بتاع الداتابيس بجد بقى اللي هو فعلا بياخد وقت بس مش 3 ثواني ولا ثانيه هو اقل من ثانيه بس بياخد وقت. حتى لو بياخد يعني 10 تك فمعناه انه اتاخر 10 تك اللي هي 10 مللي سكند. فهمتوني؟ ولذلك هو بياخد وقت فعلا لما بيروح للسيرفر ويرد وبتاع فاحنا عايزين ده اللي يحصل. فاحنا هنشيل ده دلوقتي ونبدا نكتب الكود بتاع الداتابيس ان شاء الله. بس يعني ايه فهمان بيسال على الايفنت هي ضروريه؟ طبعا ضروريه جدا. لان انا باخد وقت على ما اكلم الداتابيس ويرد عليا. تمام؟ بس اقل من ثانيه يا دكتور يعني مش كتير. وليكن بقول لك لو حتى لو طبعا المفهوم ده يعني متشابك مع كذا مفهوم تاني بس انا مش عايز الخبط خلاص ثبتوا لي بس الفكره دي ببساطه. ان الفكره دي لكن في فكره تانيه اللي هي بتاعت الاسينك بتعمل الفانكشن دي اسينك بتعمل لها اويت وقت لما بتخلص وبتبعت الثانيه وبتبعت لها حاجه اسمها برومايس اللي يعرف البرومايس فانكشن يعني دوت زين يحصل ايه بعد كده او دوت كاتش لو في ايرور وكلام زي كده يعني برومايز فانكشن حاجات بس انا يعني خلينا في السيمبل يعني الفكره يعني الفكره كسيمبل كده متطبقه وهم كلهم واحد يعني في الاخر. طيب لو حد عايز يشوف الفكره دي متنفذه ازاي انا في فيديوهات ليا اللي هو على اليوتيوب منفذ فكره البرومايز فانكشن يعني بس يعني خلينا بالشكل البسيط ده الجميل ده. وانا عايز اقول حاجه مش عايزك تقلق منه لانك انت هتتعود عليه يعني يعني هو بس عشان المفهوم غريب شويه انا بعمل بقول له الاي دي والتايتل والديسكربشن ولما تخلص نفذ لي بس ببساطه لما تخلص نفذ لي هي بقت معناها كده ببساطه جدا ان انا ببعت الاي دي ببعت التايتل ببعت الديسكربشن ولما تخلص نفذ الفانكشن بس. طب والاكس دي هتيجي منين؟ هتيجي من اللي هينفذ. فاللي هينفذ مين؟ الموديل هيخلص ويبعت لك ادي نوتيفاي الاكس في ويبعت لك الاكس خلاص انت بتاخدها بقى وتشتغل وتكمل شغل بس ببساطه جدا. تمام؟ طيب احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ عايزين بقى نتكلم احنا عايزين بدل يعني شايفين كاتبين دي اوبريشنز ويز داتا بيز صح؟ اوبريشنز ايه ويز داتا بيز احنا فين عايزين بقى نعمل العمليات اللي هتتم مع الداتا بيز بالفعل كاوراكل جيت يعني ازاي اقدر اكلم الداتابيس بتاعتنا بشكل سليم وكامل. انا طبعا لازم النوتيفاي تبقى موجوده في الاخر او في الوقت اللي انا عايزه. لكن تعالى بينا نشيل الاكزامبل الجميل ده ولا اقول لكم انا يعني معلش انا بحب ان انا اخليه لكم. ليه؟ عشان لما بعمل لكم الحاجه تبقى برضه الكود ايه ما اتمسحش موجود خليه موجود الاكزامبل بتاعنا عادي مش مشكله يعني. هو احنا دكتور لو شلنا النوتيفاي وخليناها بره السيت تايم اوت ما هي برضو عامله زي المثال اللي فات عامله زي الريتيرن عادي يعني السيت تايم يعني هيطبع الاكس بالويت مش هيطبعها لي بالفينش. لا
صحيح، انت خلاص طلعتها بره، اللي ما بقتش بتنتظر بتبعت تقول له قول خد على طول نتيجه، خلاص خد قول على طول نتيجه. انت بتاع انت عايز ايه؟ انت عايزه يستنى العمليات ما تتنفذ، ولا عايزه لما يعمل ايه؟ انت اللي بتحدد. طبيعي. طيب احنا دلوقتي عايزين نتكلم على الفكره بتاعت الاد كلاس، ازاي بقى انا هكلم الداتابيز اللي هي الاي بي اي، ازاي اكلم الاي بي اي، ازاي اعمل كول للاي بي اي.